نعم قد يكون تباين أسعار الفوائد في عام 2024 هو السبب الأساسي لتحركات الين بشكل إيجابي. نعم لما لا أن يكون هنا الين الياباني الحصان الأسود في عام 2024 جراء التباين في أسعار الفوائد. عندما ننظر محمد الأسعار الفوائد من بات شبه المؤكد أن يكون أو يتجه الاقتصادات الكبرى لتخفيض أسعار الفوائد، بينما بنك اليابان قد يكون ليس لديه إلا الورقتين الرابحتين هو التغير أو العزوف عن منحنى عوائد السندات، وأعتقد أن تكون فرصه أقل. والخطوة الأخرى وهي تجديد السياسة النقدية. أسعار الفوائد السلبية قد أعطت إشارات بأن التضخم المرتفع فوق مستهدف اليابان لمدة عام لحتى أو أكثر من عام محمد قد يدفع بنك اليابان لتوقع أن التضخم بات راسخ اقتصاديا، وهو جراء الطلب المحلي ليس طلب العالمي فقط. معرفة بأن الطلب المحلي هو رفع أسعار التضخم أو رفع أرقام التضخم قد يدفع بنك اليابان لتوجيه السياسة النقدية نحو التشددية. بكل تأكيد قد لا يتجه إلى توسيع التشدد بشكل كبير كما هو متعارف عليه بنك اليابان، لكن التباين في أسعار الفوائد بين بنك اليابان والاقتصادات الكبرى نعم قد تدفع الين الياباني نحو تسجيل أداء قد يكون إيجابي في عام 2024، وقد يتجه نحو مستويات 135 وثم مستويات 127 واللي هي تعتبر مستويات فنية قوية جدا. محمد، هل تأخر بنك اليابان في هذه الخطوة في دقيقة أحمد بعد إذنك؟ نعم قد يكون تأخر محمد عندما ننظر إلى التضخم أكثر من عام، لكن الأجور لم تساعد بشكل كبير أن يتجه إلى توسيع السياسة النقدية. على ما أعتقد الأجور عندما عرفت في عام 2024 أن قد تتجه إلى الارتفاعات محمد، نعم قد تعطي إشارات أكبر بأن التضخم قد يسجل ارتفاعات، لذلك تجديد السياسة النقدية قد يكون الحل الأمثل. نعم هو تأخر، لكن في 2024 قد تكون التوجهات كما كانت تاريخيا. بنك اليابان يشدد السياسة النقدية بعد أن ينهي الفدرالي الأمريكي عمليات تجديد السياسة النقدية، وهذا معناه أنه أيضا قد تكون خطواته سريعة. نعم هي خطوات سريعة، يجب أن تكون خطوات سريعة لكن ليست بالتوسعة الكبيرة كما اعتدنا الأمر بالنسبة لبنك اليابان. نعم أشكرك على هذا التحليل وعلى هذه المشاركة أحمد عزام المحلل الأول لأسواق المال في إكويتي، شكرا جزيلا لك.